أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام الجديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في الهيئة: بدوافع طائفية القوة الحكومية تعتقل 22 مواطنا في الأنبار وديالها. وفي العرب اللندنية نقرأ: الأوروبيون يفشلون مجددا في تخفيض التوتر بين واشنطن وطهران. وفي البصائر نطالع: تسجيل نزوح 25 عائلة يوميا من مناطقها المدمرة في نينوى. جاء في كتابات الصدر: يحذر قادة الحشد من التصريحات العنترية ويدعو لسحب قواته من سوريا. وفي المدى: عجز مرعب في موازنة 2020 يربك اللجنة المشرفة على إعدادها. جاء في العرب الجديد: أمريكا تخشى هجوما إلكترونيا على انتخابات 2020 الرئاسية. ونقرأ في القدس العربي: مجموعة السبعة تشدد على وجوب عدم امتلاك إيران السلاح النووي. أهلا بكم. في سابقة لم تحدث منذ عقود من الزمن، يظهر العديد من المؤشرات على الأغلب بأن إسرائيل قد استهدفت مقرات ومخازن أسلحة ميليشيات الحشد الشعبي في العراق مؤخرا، وفي حين أنكرت الولايات المتحدة رسميا أي مسؤولية لها عن الضربات، قائلة إنه يجب احترام سيادة العراق، حيث امتنعت عن تحديد الجهة التي قامت بالفعل العسكري. عن السيادة العراقية وصواريخ إيران في العراق كتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي: إن جهل العراق مستودع عتاد عسكري إيراني ومحطة تخزين لصواريخهم الباليستية تمهيدا لنقلها إلى سوريا ولبنان وأماكن أخرى، سوف يزعزع استقرار البلد ويدفعه إلى عمق صراع. لافتة المرفوعة هي العداء لإسرائيل، بينما هو في حقيقته صراع إيراني أمريكي من أجل تثبيت مناطق نفوذ لكل منهما. فالدعاية الإيرانية القائمة على أساس الدفاع عن فلسطين مجرد استثمار سياسي في لعبة الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إنها تدرك أن أمن إسرائيل هو ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي هي تعتقد أن تهديد أمن تل أبيب سوف يعجل في موافقة واشنطن على السماح لإيران بأن تكون شرطي المنطقة العربية ويبعد خطرها عن إسرائيل. فمن يدافع حقا عن فلسطين ومن هو حقا ضد إسرائيل؟ لا يمكن أن يدمر ويستبيح دولا عربية كانت تاريخيا هي في عمق الصراع العربي الصهيوني على مدى عقود، ولا يمكن أن يشتت جهود الأمة ويبعثر طاقاتها في حروب طائفية يخلقها من خلال التلاعب بالنسيج الوطني في المنطقة. كما أن إدخاله في لعبة تخزين وتوزيع السلاح الإيراني سوف يجعله هدفا سهلا ضمن أهداف الحملة العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد أهداف إيرانية في سوريا ولبنان. فإذا كان العراق ضيعة إيرانية يقاتل من أجل إيران ويضع كل خريطته الجغرافية والسياسية وإمكاناته وموارده تحت تصرفها، فعلامة التبجح المستمر بالسيادة العراقية. كل ذلك يشير إلى أن ما حصل ليس شأنا داخليا عراقيا، بل هو دور إقليمي ودولي، بما يعني أن هذه الضربات ستستمر وتتوسع في المستقبل على غرار ما يحدث في سوريا. لكن من يقول أن القصف قد تم بالطائرات؟ أليس العراق ساحة مفتوحة لكل مخابرات العالم تلعب فيه كيفما تشاء، ويمكن لعملائهم أن يقوموا بالتفجيرات من دون الحاجة إلى طيران؟ سؤال وجيه، فبعض العملاء موجودون في السلطة أيضا. نقرأ في المدى: غريبة أخبار هذه البلاد. بينما توارت أخبار انتهاكات من جيران الأراضي العراقية في أكثر من مرة، وصمت البرلمان على تقارير
مؤلمة عن هجرة نفسية تضطر إليها عشرة العائلات الموصلية يوميا نحو مخيمات النزوح، حيث لا تزال منازلهم مدمرة وغير صالحة للعيش الآدمي، ونجدهم يعيشون بين خياري الخيم المهترئة في حر الصيف أو انتظار سقوط منازلهم فوق رؤوسهم. نجد الفيسبوك وزميله تويتر مع الفضائيات والصحف منقسمة كلها حول القصف الذي تتعرض له مخازن الأسلحة وانتهاك سيادة العراق. مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. فنحن الشعب الوحيد الذي لا يراد له أن يهدأ ويرتاح إلا إذا تسلمت الزعيمة حنان الفتلاوي كرسي الوزارة. لم نعد أكثر من أرقام في خطابات محمد الحلبوسي، فيما ثلث الشعب تحت خط الفقر. يا سادة، هل اجتماع الرئاسات الثلاث هو أقصى ما نفرح به الشعب الذي ظل ساهرا ليكحل عينيه بابتسامة الزعماء؟ 16 عاما والبعض لا يريد للعراق أن يصبح دولة مستقلة. ظل الجميع ينتظر الإذن من إيران لتشكيل الحكومة العراقية، وحواس الكثير من الساسة متيقظة لمتابعة ما سيقوله السلطان أردوغان. ولكن المواطن العراقي مغيب، يحضر فقط في أخبار تفجيرات مخازن السلاح والأسلحة الثقيلة التي أصبحت تأتينا من كل جامع وحسينية. أثقل الصفحات الكوميديا في العراق النقاش الذي يعلو كل يوم في مجال السياسيين حول السيادة وأخواتها وقطع أنف ترامب. والله العظيم يا جماعة مهزلة، عليكم أن تخجلوا تتنافسون باسم السيادة على نهب ثروات البلاد والعبث بأمنها، وكأن خراب مدن العراق لا يمس السيادة. الآن نحن بصدد تطور مذهل يتمثل في أن البرلمان يتنقل وينتقل من مرحلة الاستظراف إلى تنصيب نفسه متحدثا باسم القيادة العامة للقوات المسلحة ويطالب باجتياح واشنطن. فنرى أعضاءه المبجلين يبيعون للناس تصريحات لا تختلف إطلاقا في نوعيتها عن تصريحات الأوهام الأمنية والمشاريع العملاقة، وأيضا أن تجارب السنوات الصعبة الماضية علمتنا ألا نتوقف كثيرا عند كل أشكال اللهو النيابي كما يصفها الكاتب، سواء من جانب رابطة الكربولي أو من أولئك الذين يعتقدون أن مفاتيح الحل العراقي في يد الأرجنتين. جاء في العرب اللندنية، حكومة عبد المهدي تدرك جيدا مخاطر الانزلاق في لعبة الصراع الحالي بين طهران وواشنطن، لكنها لا تستطيع الاصطدام بالقوى الموالية لطهران. مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية جاء فيه. التحريض في الرد على إسرائيل لا يتعدى المزايدة السياسية في الولاء لإيران، فهناك حقيقة يعرفها سياسيو العراق ونظام إيران، هي أن العراق لا يمتلك المقومات المادية والمعنوية لمواجهة إسرائيل، ولا يفرح أحد منهم بمديات الصواريخ التي قد تطلق من داخل العراق نحو إسرائيل، بل إن ذلك يتعارض كلياً مع سياسات حكومة العراق السابقة والحالية. فهموم هذا البلد الداخلية كثيرة، وسياسيوه لا علاقة لهم بالمبادئ القومية أو قضية محاربة إسرائيل الموجودة على يافطات شوارع وأصوات ميكروفونات طهران فقط، أو إنهم يريدونها مواجهة على طريقة حزب الله في لبنان الذي غادر فعليا هذه الاستراتيجية بتعليمات من طهران نفسها. لكن هذا النشاط الإعلامي والسياسي ضد الولايات المتحدة بعد حوادث تفجيرات معسكرات الحشد الشعبي الأخيرة مصدره شعور نظام ولاية الفقيه بالضيق من جراء العقوبات التجارية، خاصة وأن رغبته في التفاوض مع واشنطن تصطدم بشروطها للتخلي عن برامج الصواريخ الفلسطينية وعن السياسات التخريبية في المنطقة. نظام طهران يعتقد بغطرسته المعروفة بأنه سيربح جولة وضع العراق في فوهة المدفع وبقائه متحصنا في الخلف، ولا يهمه ماذا سيحصل فيه من تدهور جديد يضاف إلى حالته المزرية الحالية.
قضية انحياز العراق إلى الطرف الإيراني لا يؤيدها شعب العراق بجميع طوائفه وأقلياته، ما عدا مجموعة قليلة من القوى الموالية لإيران والمتنفذة داخل السلطة السياسية. يضيف الكاتب الهجمات على معسكرات الحشد الشعبي تدخل العراق بالأحرى في خندق مظلم. جميع من يحرصون على وقف تدهور الوضع العراقي ينادون بقطع خطوط التواصل بين العراق وإيران أو تخفيفها تدريجيا على الأقل، خصوصا بعد أن دخل هذا البلد منطقة الخطر في جعل ساحته ميدانا لحرب جديدة هي الحرب الإلكترونية، ومثالها الهجمات على معسكرات الحشد الشعبي. نقرأ في الشرق الأوسط: لا يخلو التسريب الأمريكي شبه الرسمي لصحيفة نيويورك، والذي يؤكد أن إسرائيل هي من قامت بالغارات ضد بعض مقار الحشد الشعبي في العراق. لا يخلو من رسائل مباشرة للحكومة العراقية، أبرزها أن واشنطن ليست راضية عن الطريقة التي تتعامل بها حكومة المهدي مع منظمات الحشد الشعبي ذات الولاء المباشر لإيران، حيث جاء ذلك في مقال للكاتب حسن أبو طالب في صحيفة الشرق الأوسط. والحقيقة أن قرار ضم عناصر الحشد الشعبي يمثل إشكالية للجيش العراقي ولمفاهيم الانضباط والولاء للوطن، وليس الولاء لخارجه أو لجهة سياسية في الداخل أو لأشخاص ذوي نفوذ أو لمرجعيات دينية، وهي الولاءات التي بنيت عليها منظمات الحشد الشعبي منذ ظهوره للحياة في عام 2014. وينص قرار عبد المهدي على دمج تنظيمات الحشد الشعبي في الجيش العراقي على أن يحتفظ كل بهيكليته، ولكن بعد فصم العلاقة مع الأحزاب والمنظمات السياسية الأم، وأن تخضع للقرارات والتعليمات التي يخضع لها الجيش العراقي، ولكنها تظل مجتمعة كقطاع عسكري خاص له رئيسه المباشر، وهي صيغة تعني عملياً وجود هيكلة خاصة بالحشد وأخرى خاصة بالجيش العراقي، وتبدو وكأنها استنساخ لحالة إيران التي لديها الحرس الثوري والجيش الإيراني، ولكل منهما قيادته الخاصة واستقلاليته المهنية ووظائفه ومهامه، وكلاهما يخضع للسيطرة المباشرة للمرشد الأعلى. وربما من هذا التشابه ترى واشنطن، وهي المسؤولة رقم واحد عن تدريب وتجهيز الجيش العراقي وفقا لما تنص عليه اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الأمريكية العراقية لعام 2008، أن اندماج منظمات الحشد الشعبي في الجيش العراقي وفقا لتلك المنظومة من شأنه أن يسمح بامتداد تأثيرات الحشد الولائية الإيرانية على الهيكلية الكلية للجيش العراقي. يضيف الكاتب: المدافعون عن الصيغة التي قررها عادل عبد المهدي لدمج الحشد الشعبي يرون أنها البديل الوحيد المتاح، وأنها تراعي حجم النفوذ الكبير الذي تحظى به هذه التنظيمات وخصوصا بعض قياداتها في المجال السياسي والعسكري والاقتصادي، وهي طبعا صيغة ضرورة تراعي أيضا دور إيران في الشأن العراقي، فضلا عن صعوبة إن لم تكن استحالة إنهاء دور تلك التنظيمات أو تحويلها وتحولها تماما إلى منظمات سياسية وفقا للضوابط القانونية. يتردد اليوم مصطلح مناطق النفوذ لدى الحديث عن الواقع السوري المؤلم، وفي إطار توصيفه ومؤداه من خلال الأدوار التي تقوم بها القوى الدولية والإقليمية المختلفة على الأراضي السورية، ويأتي استخدام المصطلح في نوع من زرع البلبلة في ذهن المتلقي، وربما تلطيفا لكلمة احتلال التي غدا وقعها في واقعنا المعاصر ثقيلا بعض الشيء على الأذن تأنفه النفس. إذن ما الذي يعنيه مصطلح مناطق النفوذ بالضبط؟ وما غايته ومراميه؟ وكيف يمكن أن يمارسه المعنيون على أرض الواقع؟ مقال للكاتب محمود الوهب في صحيفة العرب الجديد. ما الذي تعنيه مناطق النفوذ في الوضع السوري اليوم؟
وخصوصا بعد أن جعله نظامه من غباء ورعون واستهتار قادته إليها مصالح ضيقة جعلته ينظر إلى الدولة السورية الحديثة على أنها مزرعة للأسرة الحاكمة لا دولة ولا شعب، على الرغم من أن سوريا بالذات من بين بلدان المنطقة كلها كان يمكنها أن تكون نموذجاً جيداً لدولة حديثة قبل أن يتخطفها حزب البعث لنفسه في انقلاب عسكري، ثم ليأتي ابنه العاق حافظ الأسد فيسرقها لأسرة وأتباع يحولونها لمنافعهم وفسادهم. صحيح أنه كان لبعض الدول نوع من النفوذ المحدود، سواء لروسيا التي تمتعت على مدى 50 عاماً بنفوذ عسكري، أم لإيران التي بدأت بمساعدات اقتصادية تمددت عبره ليكون لها نفوذ ديني طائفي يخدم مشروعها الفارسي الأكبر. وكان نفوذ الدولتين يمر تحت سقف ما تسمى الصداقة التي جوهرها مساندة الحقوق التي تهدرها لإسرائيل. وقد وسع النظام ذلك النفوذ بإرادته حين استعان بهما لحمايته، ففتح بذلك الباب لتدخل القاسي والداني في الشأن السوري، فهذا يريد محاربة داعش وعينه على خيرات البلد الاقتصادية، وآخر يسعى إلى حماية أمنه القومي على حساب التمدد عشرات الكيلومترات على طول الحدود السورية، حتى أن المتابع لم يعد يعرف عدد المتنفذين ولا نوعية نفوذهم، فإضافة إلى قاعدتي الروس العسكريتين والميليشيات الإيرانية وتمركزهما في غير منطقة، ترى قواعد للأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين ومراكز أو أتباع للأتراك وسواهم إذا لم يترك النظام السوري من عتب لأحد. معروف أن أهم مفاخر سوريا في تاريخها الحديث هو خلو أراضيها من القواعد العسكرية الأجنبية واستقلال قرارها السياسي، وعلى الرغم من ذلك يقول كل هؤلاء المتدخلين بوحدة الأراضي السورية وباستقلال قرارها، لكن كل منهم يحفر في بقعته ويعمق الحفر، وثمة من السوريين من يعينه ويقويه، فكل المفاهيم الحديثة تنطبق تماما على هذا الواقع إلا مفهوم السيادة أو الاستقلال أو وحدة الأراضي. جاء في الدستور الأردني تقصف ضواحي بغداد ودمشق وتحتل عاصمة عربية تشرق وتغرب في طول الوطن العربي وعرضه دون أن يعترضها رادع تفرض اغتصابها واحتلالها لكل فلسطين، تدنس المقدسات الإسلامية والمسيحية حتى فيها، وتفرض عليها نظاما عنصريا مقيتا وحصارا جائرا على الشعب الفلسطيني ينكل عيشه في غزة والضفة والقدس، إنها دولة الكيان الصهيوني. مقال للكاتب عبد الرحيم جاموس في صحيفة الدستور الأردنية. باتت نظرية الأمن الإسرائيلية هي المسيطرة والموجه والمنظم لحركة فعلها الأمنية والعسكرية دون مراعاة لأي ضابط من ضوابط القانون والعلاقات الدولية. لقد بات العالم متواطئاً مع نظرية الأمن لإسرائيل ويبرر لها ما لا يبرره لغيرها من أفعال أمنية وإجرامية، وقد استمرأت إسرائيل هذه الممارسات الإجرامية والأمنية وفعلها في حق الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب والدول العربية وغيرها بصفة عامة. أمام هذا التغول للكيان الصهيوني في فلسطين ومحيطها العربي ومواصلة سياسة العربدة وعدم احترام الاتفاقات الموقعة معه وتدميره لكل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من أجل التسوية السياسية، بات من حق الشعب الفلسطيني والأمة العربية أن تدافع عن حقوقها وأمنها وسيادتها وأن تعمل على وضع حد لانتهاك سيادة دولها وحفظ أمنها أمام امتداد نظرية أمن هذه الدولة المارقة والخارجة على كافة القواعد المنظمة لسلوك الدول وعن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
لتمس وتنتهك سياداتها وأمنها جهاراً ونهاراً، وتواصل اغتصابها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه، وفي مقدماتها حقه في العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال والعيش في أمن وسلام وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. إذن إن من حق الشعب الفلسطيني ومعه كافة الدول العربية مجتمعة برمتها فرادى وجماعات أن يمارس ويفعل مبدأ حق الدفاع عن النفس، حق الدفاع المشروع الذي يكفله له ميثاق الأمم المتحدة وللدول والشعوب في نص المادة 55 من الميثاق، وأن لا يبقى الفلسطينيون مكبلون باتفاقات أو تفاهمات لم تحترمها إسرائيل وتنتهكها صباحا ومساء وتفرض ممارساتها المجافية لروح التسوية السياسية المنشودة على أرض الواقع، مستندة طبعا إلى تطبيق نظرية أمنها الخاص. بعيداً عن السياسة، غالباً ما يصحب رؤساء الدول وقادتها حقائب وأشياء سرية أثناء سفرهم إلى الخارج، سواء في زيارات رسمية أو غير رسمية أو غيرها، لا يعرفها إلا أقرب المقربين إليهم. الأمر ذاته ينطبق على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وكذلك على ورثتها المباشرين أي ولي العهد الأمير تشارلز، وكذلك ابنة الأمير ويليام بوصفه الثالث على ترتيب العرش البريطاني. الخبير في الشؤون الملكية دينكان لاركومب يكشف الحقيقة ويقول إنه يجب على الملكة إليزابيث والأميرين تشارلز وويليام أن يحملوا معهم دماء عند سفرهم إلى الخارج لاستخدامها في حالات الطوارئ، لكن بسبب موقعها ومكانتها البارزة على رأس العائلة الملكية فإنه ينبغي على الملكة والأمير تشارلز والأمير ويليام ضمان حصولهما دائما على حقيبة مليئة بدمائهم لاستخدامها في حالة الطوارئ. وأوضح لاركومب في حديث مع ياهو الصندوق الملكي أنه إذا كانت الملكة في جولة فإن الطبيب الملكي المرافق لهم يصطحب معه حقيبة مليئة بدمائهم فقط للاستخدام في حالة حدوث شيء ما أو أمر طارئ. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.